المشروع ديال التقنين، فهو في صالح الفلاح ولكن بشروط الفلاح. ميمكنيناش نحط المشروع حنا ديال التقنين ونضيعوا الفلاح على الأثمنة ديالو. نحن كمجتمع المدني درنا اجتماع مع السيد العامل وحطنا مقترحات على هذا المشروع ديال التقنين، وبغينا هذا المشروع ديال التقنين يكون في صالح ديال الفلاح، لان الفلاح راه ضايع حتى الساعه، الفلاح راه ما لقاش فين يبيع. ولكن الا جا هذا المشروع ديال التقنين وتحطت ليه الوكاله هنا في المناطق والشركه ديال المصنع هنا في كتامه، ممكنش المصنع يكون في اتجاه اخرى وممكنش الوكاله تكون في جهه اخرى، لان بشروط الفلاح وهو يكون عنده الاستثمار ديالو هنا في المناطق التاريخيه. حنا كشباب يعني عندنا انتظارات تنمويه بالخصوص، وكفاعلين جمعويين بغينا يعني الدوله انها تجي معنا ويعني وتعطينا جميع الاليات باش نخدموا ونهضوا بالمنطقه. نظر عن التقنين هو مرحله وكامل كجميع الملفات غادي يمر، ولكن التنميه هي بالاساس، لاننا غادي نواكبوها كفاعلين جمعويين ونقدروا يعني نرفعوا السقف ديال الانتظارات. الفلاح يعتبر في نظر الدوله وفي نظر المؤسسات مجرم، هناك متابعه قضائيه في جميع المستويات، لذلك الساكنه كتعاني المتابعه القضائيه، كتعاني الفقر، التهميش، الاقصاء، ووضع المادي متدهور. لذلك يعني المرحله ما قبل التقنين معروفه، والمستفيد من هذه القنب الهندي او المستفيد من هذه العشبه بشكل عام يعني باينه، يعني لا داعي من الحديث، المعرف لا يعرف. بالنسبه للمشروع هو يعني الصالح ديال الفلاح، يعني يجب يعني اخذ بعين الاعتبار مجموعه من المواد اللي كيضمن هذا المشروع هذا، فمجموعه من ضمن هذه المواد يعني كاين المواد اللي كتقزم يعني حتى يعني النشاط ديال التعاونيات، وربما يعني الا الدوله يعني خلات يعني الشركات هما اللي يقروا فين هذه تحطوا، ربما يعني والتقزيم ديال هذه التعاونيات يعني غيكون ضد الفلاح. نحن نعرفوا مناطق التاريخية وهي كثامة وبني سدات وبني خالد، يعني إقليم شفشاون، هذو هما المناطق اللي مسموح لهم بزراعة القنب الهندي ومعروفين عند التاريخ، لأن احنا كأجدادنا وكأبائنا تحملوا خذوا واحد المشاكل كبيرة مع المياه والغابة، بغينا الأراضي ديال المواطن تسلم لهم. الفلاح ياخذوا الأراضي ديالهم عند المياه والغابة، ما يبقاش عندهم البروسيات، لأن كاين الناس هنا الفلاح عندهم بروسيات من 1989 من الثمانينات لحد الساعة، ويجي مشروع ديال التقنين وديه ليا الوزان وديه ليا التاونات والفلاح الكتامي يضيع. المرحلة ما بعد التقنين، لا يمكن الحديث عن تقنين القنب الهندي إلا بإعادة النظر وبإعادة الاعتبار. أول حاجة يجب التنمية، حينما نتحدث عن التنمية أي أننا نتحدث عن البنية التحتية، أي لا بد من وضع ثلاث استراتيجيات، استراتيجية قريبة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. وبالتالي لا يمكن الحديث عن نجاح القنب الهندي إلا بإشراك ومشاركة الفلاحين، هذه خطوة أساسية. أعطى وما بقاش كيعطي، كيف حاليا ما بقاش كيعطي، لأن كاين الحصار، الفلاح رجع هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة هذه. من يستفيد؟ المهربين هما اللي كيستافدوا، أما الفلاح كيعاني. الارض كما شفتوا الارض دابا تورت تقريبا 5-6 الاجيال، مساله الفلاح كيعاني بصفه عامه كيعاني. كاين هنا الشباب اللي عندهم الاستهلاك اكثر، لان الا جينا نديروا في مثال هذا المشروع التقنين، كيفاش غادي نديروا نفكوا مع الاستهلاك؟ من المستهلك ما عندناش كيفاش نديروا الادمار ديالو، كيفاش غادي نحيدوه منه؟ حنا كمجتمع المدني كنطالبوا لأن الشركة تكون هنا في المناطق التاريخية، وكان طالبوا بالوكالة تكون عندنا هنا في المناطق، ما تكونش في المناطق الكبار، وحنا عندناش البنية التحتية في المناطق. راك جيتوا على مركز كتامة ومركز إساقن، راه مازال ما شفنا والو، البنية التحتية كلشي مدمر. حنا خصنا مسؤولين يجيو عند الفلاح يشوفوا الفلاح فين ساكن، لأن المنطقة اللي متواجدين فيها حنا حاليا منطقة جبلية، تقريبا 8 شهور ولا 9 شهور ما كتنتج، ما كتنتج والو، لان المناخ صعيب، و الى جينا الارض قليله،
الانتاج بالنسبه للفلاح الكميه قليله، ما غنقارنوهاش بالمناطق اخرى اللي باغيين باغي السلطات يعطيو لها التقنين، يعطيو لها كيف ما كافياش بالنسبه للفلاح، ما كافيش على هذا، على هذه المعطيات خصي تقاس القيمه ديال القنب الهندي، ويكون وكما قلت يجيو لعندنا يتناقشوا مع الفلاح، شي اخر في 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 الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في شي بلاصه كيناقش مشاكل السكان كيعانيوا. في حنا حاليا راه متواجدين في جبل تيدغين كما قلت لكم اصعب منطقه من ناحيه المناخ،